السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما تشوفوا احنا اليوم في حلقه جديده من دونت ستارف على واتش بي هورس جيمنج شانل. في الحلقه اللي فاتت كنا احنا حاولنا نبداو لا سيرفي ديالنا في هذا العالم اللي صعيب. كتشوفوا شحال وصلنا تقريبا في لا ديكوفيرت ديال الماب ديال العالم اللي احنا فيه. ماشي شي حاجه اللي كثيرة بطبيعه الحال، لانه يلا دوزنا 4 ايام واليوم الخامس حنا بادين فيه. ان شاء الله في هذه الحلقه هذه شنو لي زوبجيكتيف اللي غنحاولوا نحطو اليوم كاوبجيكتيف، هو اننا خصنا نحاولوا نلقاو شي منطقه اللي زراعيه مزيانه باش نحاولوا نديروا فيها السيت اب ديالنا، نحطوا فيها واحد الكامب ديال الحجر اللي يكون شويه ريزيستون ودائم، واللي فيها ان شاء الله نحاولوا نديروا فيها ساينس ماشين باش يلاه نبداو نخرجوا في هذوك اللي كرافتين الاخرين اللي تيكونوا. سو هادو تقريبا غيكونوا هما لي طاش ديالنا اليوم. غنحاولوا نشوفوا شنو هما لي كرافتين اللي غنقدو نوصلوا ليهم. سكيفي اليوم غادي نحاولوا نقلبوا بسرعه في النهار الاول على شي بلاصه اللي مزيانه اللي نمشيو نستابيليزيو فيها. اللي غادي يخلينا اننا نتوجهوا هذا التوجه هو كيف ما تشوفوا لانفونتير، فالانفونتير عامر مزيان، فبالتالي خصني ضروري نبدا هذوك لي كرافتين الاخرين اللي غيخليوني نكبر لانفونتير ديالي ونبدا نقد نجمع اشياء اكثر، ويكون عندي كاباسيتي انني نهز مثلا كاع هذا الحجر هذا اللي كتشوفوا فيه مليح. فبالتالي خصني نحاول نلقى شي بلاصه مزيانه اللي نديرها اللي فيها سميتو ندير الكومب ديالي الى اخره. نحاولوا نبدلوا سميتو نشوفوا لاهاش، نديروا لاهاش ديكيبيو لاهاش باش نجمعوا البوا. البوا شي حاجه اللي اساسيه دائما خصنا نبقاو نجمعوها. بطبيعه الحال فاش غادي ندير الكامب ديالي اللي انا باش نحاول دابا انني نلقى شي بلاصه مزيانه فين نديرو. فبطبيعه الحال انا غنحاول نبدا الزراعات لانهم مهمين وغادي يهنيوني من هاد المشكله تاع انني دائما خصني نجمع خيزون، نجمع هادوك الحوايج اللي تيتكالوا من الارض. مثلا نبدا ناكل في هادوك الحبوب اللي تيكونوا اللي ماشي عطاو حتى شي حاجه، وهادوك البيريز اللي خصني نبقى مضارب مع دوك البيبيات اللي تيخرجوا مره عليهم. سكيفي فمهم جدا انك دير هذيك الساينس ماشين. بالنسبه لهاد لي سيد او لهاد الحبوب اللي تلقاهم فهما اللي غادي تزرعهم من بعد. نحاول ندير الماب باش نشوف راسي فين تنتج. غادي نحاول نرجع لهاد المنطقه هذه اللي كتشوفوها هي الزراعيه، غادي نحاول نرجع ليها ونشوف نكتشف المحيط ديالها، نحاول نوسع شويه الرقعه ديال الاكتشاف حداها باش نشوف الا كانت كبيره ولا لا. حيت الا كانت كبيره مزيانه غادي نبقى فيها. المهم هو انك تحاول دائما تستفد من النهار باش يلاه في الليل بعد كدير هذوك لي كرافتين ديالك وداك الشيء. فوالا شجره كبيره، تاك 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 تاك. النهار غادي تيمشي بطبيعه الحال. ما استفدناش بزاف من هاد لو سانكيام جوغ باسكو جا في هاد لابارتي هادي ديال فهاد لابارتي اللي قطعنا فيها لونجيسترومون. كتبان لكم ان الصحه الذهنيه ديالت هاد سميتو ديال هاد الساينتيست بدات كتنزل شويه. خاصني نحاول نصايب ليه هذاك الاكليل اللي تطلع عليه المورال. غادي نحاولوا نجمعوا الا كان شي ورد، بان ليا شي ورد هنا الفوق. مي خاصني تشو دابور، خاصني نحاول نخوي ليه شي بلاصه في الانفونتير. شنو نديروا؟ شي حاجه اللي عندنا ما عندنا باش نديروا بها. هاد الحبوب هادو ديال اللي كيكبروا هاد لي صابان ما عندي ما ندير بهم حاليا. سكيفي غنمشي ناخذ هاد الورد هذا ونشوف شحال جو بونس خصني نجمعو. يمكن شي 11 واقيلا، يمكن خصني نجمع شي 11 ولا 12 باش نصايب هذاك الاكليل. فوالا هاهي يمكن وحده اخرى هنايا. فوالا ها هما شحال، 4 هاهو مكاينين هنايا. غنحاول نجمعهم باش يلاه تشوفو نيت لي في ديالهم. 7 8 بيريز دائما مزيانين، دائما غينفعوك. لي سيد اصلا مكايناش في البلاصه. نحاول نشوفو لي فلور هما الاولين نجمعهم.
شحال وصلنا دابا؟ اجي العفريت الرضا. يلا وحنا قتلناه. نحاول ندوز لنا كل لي كاروت ونهز سميتو ونهز هذاك لابارتي او الطرف ديال اللحم اللي هو ديال لو لابان. اذا فوالا خديت سميتو كملت هذاك العدد ديال الازهار اللي خاصني باش يلاه ندير الكرافتين ديال هذيك الاكليل. فوالا هو كتشوفوا بيلد فوالا او ركبتو كتشوفوا ان لا سونتيمونطار رجعات كامله. واخا كاين هذاك السهم اللي تهبط لتحت اللي معناه انه راه بدا الليل تهبط فبالتالي غتبدا لا سونتيمونطار تنقص، ولكن دائما هذاك الاكليل تيخليها طالعه. راه كنا تقريبا وصلنا للنص ديال لا سونتيمونطار ديالنا، ولكن هاد الاكليل تينفعنا لانه تيرجعها. كيفاش شي حاجه اللي مزيانه خصك تحاول ديرها، سير تشوف الفيديو ديالتك لانه شي حاجه اللي مهمه لا سيرفي. لانه ما عرفتش واش لاحظت ولا لا، انا كيفاش رديت البال لانه بداو تيبانوا ليا انه بحال ليماج تتولي دوبلي، يعني بحال بدا هذاك لو فلو في ليماج، يعني بدات لا سونتيمونطال ديال الساينتيست بدات كتمشي. اذا هاد لا زون اللي فيها منطقه زراعيه راه كبيره شويه، انا غنحاول نرجع ليها، يعني غنهبط في هاد الاتجاه بحال هكا راه كبيره شويه، يعني تستاهل انني نمشي ندير فيها ان كامب بسميتو بالحجر. اذا نحاول نهبط ليها مباشره، ناخذ هذه تاك يلا هبط 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 صافي عمرو. اوكي سو ليتس جو. مزيان مزيان مزيان، زراعي 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 زراعي، مزيان سوبر بيان. فوالا واحد خونا ميت ومخلي هادشي كامل ديالو، سكيفي شي حاجه اللي مزيانه. عندي هنايا الحجر ممكن انا نستافد منه، كتشوفوا انا منطقه مزيانه بزاف. بون مخيره انا جو بونس غادي نديرو غنديرو لو كومب ديال الحجر هنا ان شاء الله. دونك تري بون شوز. فوالا كاين عندنا حتى البقر هنايا، كاين عندنا البوب ديال البقر مزيان لانه غيساعدنا في الزراعه. ما يمكنش دير الزراعه ديالتك بلا هاد الروت ديال البقر وداك الشيء. واحد بوصيحه بنت الحرام اي غادي نكون خصني تكونفرونطا معاهم. اي قضيه شويه حامضه، يفو فير اتونسيون مع هاد البصيحات. فوالا الليل وصل، اذا نديرو الكامب فاير ديالنا. فوالا فوالا نأليمونطيو شويه بالعود. جود مزيان. دابا نشوفو فوالا الحوايج اللي ممكن نديرهم. فوالا الساينس ماشين هي اول حاجه، شي بلاصه زوينه. جود كتشوفو دابا انه تحلوا لي دي كرافتين اللي جداد. سير شو لي كرافتين اللي حداهم البوله اللي كتعرفوا انها سامبول ديال الافكار الجديده ديال الايدياز. سو غنمشيو تماك غادي نشوفوا شنو هما الافكار الجداد اولا لي كرافتين الجداد اللي تحلوا لينا، واللي ممكن انك تبدا كتصايب دي بروتوتيب ديالهم باش كيتفتحوا ليك وكتولي تمشي تصايبهم واخا تكون بعيد من ساينس ماشين. لانه غتلاحظوا دابا ملي بعدت من ساينس ماشين تمشيو هذوك لي كرافتين الجداد اللي ممكن انك ديرهم. فوالا خصني ترجع حدا فوالا بعد تيتحل. اذا فوالا هذا هو الجديد اللي متعلق بهاد الساينس ماشين اللي كتستافد منها بزاف، واللي هي شي حاجه اللي اساسيه في البدايه ديالك في دونت ستارف. سو نمشيو نشوفوا هاد الكرافتين الجداد نشوفوا شنو كاين عندنا. اذا اول حاجه خصني نحاول نديرها هي الباك، يعني الحقيبه ديال الظهر. فوالا نحاولوا نديروها باش يلاه تساعدنا في سميتو في الحمل ديال هذاك الشيء ديالنا. اذا نشوفوا هنا شنو عندنا. عندنا هاي وول ها، وهنا شنو عندنا. عندنا الروب الحبال ها، فوالا نصايبوا الحبال. خصنا نحاولوا نصايبوا كاع هذاك الشيء اللي اساسي. لي بلونش ديال العود اساسيين. فوالا شنو هذه الكاتسون، يعني الحجر اللي مقطع مقاد. فوالا شي كامل، نحاول انني نفتح هذا الشيء كامل جديد. هاي وول مزيان. شوف شنو اللي ناقصني اخر اللي مازال ممكن انني نستعملوه هنايا.
الحوايج اللي ممكن نبداهم اليوم. هذه ديال الزراعه شنو ناقصني فيها؟ البوك ديال البقر كتشوفوا بازيك فارم اللي قلنا اننا غادي ضروري نديروها. فوالا ها هي الحقيبه ديال الظهر شفتوها. انا غادي نحاول نهزها باش يلاه يكثر عندي لي سلوتش اللي نهز فيهم لي زانفونتير وداكشي. الشوفل يعني باش سميتو اولا ديك البالا باش كتهز. صايبو حتى هي طبيعه الحال. عندنا البيتش فورك يعني بحال داك اش غادي نقولوا ليها حنايا بالدارجه شنو تنقولوا ليها بالدارجه مشات لي اسمي ديالها بالدارجه. هي المدرة يعني اللي تندريو بها الزرع ومن تبن وداكشي باش كيفرقوهم في العروبيه اللي كنتو تمشيو للبلاد وداكشي. فوالا والرازور باش يلاه نحسنوا اللحيه ديالنا. سو تقريبا درنا كاع مازال لينا حاجه اخرى شنو هي. فوالا سترو هاتش هادي باش كتحميك من الشتا. حاولوا نديروا هادشي فوالا مزيان تقريبا درنا كاع داكشي اللي ممكن نديروه. دابا اشنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي لانفونتير التحتاني ديالي. غادي نمشي ناكل هاد الورد هذا وغادي نمشي نهز سميتو الباك باك ياك نهزها. فوالا كتشوفوا انها صافي درتها في ظهري. دابا كتشوفوا شحال تزادوني ديال لي سلوت. تزادوني شحال 5 و 3 تزادوني 8 ديال لي سلوت اللي تزادوني. فوالا شي حاجه اللي مزيانه اللي غادا تفيدك في الجميع ديال سميتو تفيدك في الجميع ديال لي كوليكتيف اللي كاينين اولا الموارد اولا لي ريسورس اللي كاينين في المحيط ديالك. اذا شنو غادي نحاول ندير؟ غادي نحاول بعدا نجي نتجنى من واحد الحاجه اللي هي شنو هي اللي هي التراب غادي نجي نحطها فوق من شي حفره ديال القنيه باش نخليها باش ملي نرجع نلقاها مشدوده. فوالا غندير ليها كلش فوق منها وتدير لها دروب تخليها هنايا هي اوتوماتيكمون غادي تشد تماك ملي غادي تدوز عليها. بالنسبه الى بغيتي تشد قنيه بلا ما تصايب هذاك التراب شنو كتجي؟ كتجي ما بينها وما بين العش ديالها اولا ما بينها وبين الحفره ديالها ماشي كتجبعها بحال هكا. خصك تجي بينها وبين العش اولا الحفره وتسناها حتى تمشي كتجري. فوالا بحال هكا تخليها تقرب وتضرب بحال هذيك اللي شدينا قبيله. اذا ملي جدرنا هذا الشيء كامل شنو غادي نحاولوا؟ نحاول نهز هذا الشيء الروب نحاول نهز الروب نحاول نهز الهات نهز هذا الشيء كامل. باش نعرف راسي شنو عندي. فوالا اوكي شنو اللي خاصني دابا هنايا اللي خاصني نمشي نجمعو نشوف بسرعه نشوف شنو هما اللي قاعدنا في الكرافتين هنايا. فوالا هنا شنو كاين؟ سترو رول يعني كتجمع هذاك التبن وكتدوريه في شكل دائري غادي نستافدو منه فيما بعد. نحاول نشوف شنو كاين اخر. انا اللي غنحاول نشوفه هو سميتو هو الصندوقه. فوالا هي الصندوقه خاصني ندير ليها شحال؟ خاصها ثلاثه ديال لي بورد ديال العود. دونك غنمشي نقلب فين حنا فين تنصايبوا لي بورد ديال العود. اوكي البورد ديال العود فين تنصايبوهم. فوالا هنا غادي نزيد شحال. فوالا نزيد نحاول نصايب عدد اكثر. جود فوالا مزيان اجي بقى لاعب معايا اليوم اجي شيت اعطيه ارضى علامة دخون هذا. سو نمشيو نصايبو نديرو شوية الفيول يعني نديرو شوية العود هنا نشعلو هاد العافية هادي البصيحات غادي يجيو لينا ولاد الحرام. اوكي نمشيو نصايبو الشيست لاننا نبداو نحطو فيه المسائل اللي ما محتاجينهاش رايت ناو يعني نخفو علينا شوية الحمل. فوالا فوالا فين نحطو هنا جود. فوالا كتجي الشيست كدير لي اوبن كتبدا كدور في لانفونتير عندك لتحت واي حاجه اللي زايده ما باغيهاش انت دابا ممكن تلوحها تماك. فوالا تشوفوا هاد المسائل كامله شي حاجه اللي ما باغيهاش دابا يعني بحال مثلا هاد البوكس ثينك ممكن انني ندير لها ستور غتجي تلاح الفوق. فوالا يخوت لي واحد البلاصه وبالتالي فانا غادي نستافد من هاد المسائل هكا مثلا بحال هاد اللبسه هادي جو سي با نمشيو اللوحه حتى هي في الفوق في سميتو في اللوحه حتى في السطور اولا اللوحه تشعل كاع انا ممكن صايبه في اي وقيته عندي من ندير بها هاد الساعه.
اوكي شنو اخر؟ نحسن فوالا ونشد الحصانه ديالتي وغنمشي للوحه في نمشي نخزنها تايا ديال بيك اب ياك ونجي ليها فين هي فين الحصانه فين هي الحصانه نمشي ندير لها ستور. اوكي انا اللي ما كنخدمش بها دابا وتا الاداه ديال الحصانه هي غندير لها ستور انا ما كنخدمش بها دابا. اوكي هادي ممكن هاد الشوفل ممكن ان نهزبها نبته كامله ونجي نزرعها حدايا فيما بعد مي ماشي دابا ما احتاجاش دابا. اوكي شوفوا شنو اخر عندنا جود تقريبا كاع داكشي اللي اساسي النيتر ما خدامينش بيه دابا نديروا ليه ستار. اوكي بونس كاع داكشي اللي خصنا نحطوه حطيناه تماك نجمعوا لي سيد نجي نيكيبي نيكيبي الفس فوالا ونجي نريح حدا العافية ديالتي. الفاس شحال بقى فيها؟ الفاس بقى فيها 18 يعني غادي نعاود نصايب شي وحدة في هاد سميتو في هاد الضربة الجاية في هاد الضربة الجاية فوالا بقى حدا العافية ديالتي اللي كيبان لكم ان الليل قصير. ديجا شحال دزنا دابا؟ دزنا النهار السادس بون ما درناش فيه بزاف ما جمعنا فيه والو تقريبا فقط حنا حاولنا نديرو كاع هادوك اللي كرافتين الاساسيين الاولين. اوكي نشوفوا شنو شحال لينا هنايا. لوسين ممكن تحطيه في البلاصه اللي فيه دسي فيهم باش تبقى عاقل. وود وول باش تبدا تحمي راسك دير واحد الحيط خشبي. اوكي نبداو نديروه ونحيدوه من عندي من تما كنحطوه هنايا. اجل وود وول ايش اوكي حطوه هنايا لتحت نديرو ليه بلانش. جود حنا صايبنا بحال شكل الباب بون غير مبدئيا. دابا نجيو نشوفو هاد خونا هذا اللي مات اشنو خلى من موراه. نشوفو هادي نديرو لها انسبكت نشوفو شنو كدير. اتش نايس هاتش طاقية زوينة. شنو عندو هنا؟ بيفالو وول هذاك سميتو الوبر ديال البوفالو ديال هذاك التشيران اللي شفتهم تماك. انسبكت اش غادي يقول عليه؟ قالك احسن يموت هو ولا نموت انا. اوكي سبير يعني سلاح يعني ممكن تقد سميتو تواجه به لي زينمي. ما عرفتش كيفاش غادي يكون التاثير ديالو على دوك البصيحات جو سي با واش نجربو نتواجهو مع شي وحده ولا لا. اوكي ما عندناش لا بروتيكسيون سو نخليوهم لوقت اخر. نجمعو البوب لاننا بغينا نديرو شويه ديال الزراعه. فوالا اربعه خاصنا اربعه باش نبداو. فوالا هي خاصنا واحد مزيان. غنمشيو نبدل الفاس باش يلاه اولا الشقور باش يلاه رجعتي. واخا سيدي واخا واخا سيدي واخا اوكي اوكي صايبو فاس اولا شقور. شوية العود لأن العود مبقاش عندي بزاف. ونطلعو نضربو دويرة على ديك القنية فوالا هي تشدات
راه كتبان لكم شي تنقص تماك. هيا فوالا تيقول لك شيك يعني كتقلب فوالا خديتي القنيه و تيرجع لك حتى هذاك حتى هذيك المصياده ديالتك. فوالا نجيو نحطوها هنايا نديروا ليها دروب فوالا نخليوها هنايا ثاني تشد لينا شي حاجه غرا. اذا مزيان نجي ندير الفاس نحيد هاد الصخره هادي من هنايا. نمشيو نشوفو دابا شنو حدانا هنايا نحاولو نستافدو من هادشي اللي حدانا. نمشيو نجمعو شويه ديال الربيع باش يلاه اولا ديال الحشائش باش نصايبو الحبال، لان الحبال اساسيين هما الحشائش باش نصايبو هادوك المصيادات. وكيف ما شفتو فالمنطقه اللي زراعيه تيكونوا فيها دوك لي ترو ديال القنيه بزاف سكيفي، غادي نحط واحد خمسه ديال المصيادات تماك ولا سته ونتهنى مع راساتي. كتشوفو حتى هنا كاينين، غتبقى غير تجي تتفقدهم وتتاخد هذاك الشيء اللي فيهم وانت ترونكيل مع راساتك ما تخافش من الجوع. ديجا شي بالي انه مسخوط الوالدين قرب يجوع، خصني نرجع نطيب لي شي لعيبه في هذاك الكامب فاير ديالي. فوالا ناخذوا هاد السيد هادو باش يلاه نبداو بهم الزراعه ديالتنا الاولى. اللي زوين في دونت ستارف هو انها لعبه اللي تقريبا اش غادي نقول لكم، خصك بزاف باش يلاه تحيط بجميع الحوايج اللي كاينين فيها، لان فيها بزاف ديال الاسرار اللي خصك واحد المده طويله واحد التجول اللي كبير باش يلاه في هذا العالم ديالها في هذا الماب ديالها باش يلاه تكتشف هذوك الاسرار كاملين. واسرار اللي كتكتشفهم وفي رامبيزير وانت غادي تتقدم في القصه ديالتك. سو نجيو نشعلوا العافيه فوالا نديروا اد فيول ونمشيو نطيبوا شويه ديال القنيه. فوالا شي بزاف كاع، مي بون شنو غنديروا هادشي اللي عطى الله. هادو غنديروا ليهم بلانش باش تشوفوهم. فوالا كتجي كدير ليها بلانش، الا بغيتي تاكلها ممكن تاكلها. هادو نديروا ليهم بلانش واخا اوكي نحطهم قدام الدار ولا نخليهم هنا في البلاصه اللي كتلاع عليهم. فوالا صافي مزيان ونرجعوا سميتو لازون ديالتنا. دابا نمشيو للكرافتين ديالنا ونشوفوا شنو كاين عندنا، شنو اللي ممكن كرافتيو، شنو عندنا هنا. فوالا هي مزرعه بازيك ممكن انني نصايبها دابا. نشوف فين نديرها. ديرها هنا اوكي. ندوز فوالا كتشوفوا هنا ولات عندي بلانش. فوالا انا بلونطيتها جود، دابا نخليها تماك حتى تكبر غنستافد منها. نجيو نشوفوا شنو الكرافتين الاخر اللي تحل لينا هنايا. اوكي شنو هنايا، ثيرمال ميزور يعني كيعطيك شحال الحراره شحال كاين في الحراره. هنا شنو عندنا، لايتنين رود. نخليو هادو لانهم غيستعملوا غيحتاجوا من ان نستعملوا الذهب اللي عندنا وحنا مازال ما لقيناش الذهب، سو خصنا نتعاملوا بحذر مع بحال هاد المسائل هادو. نشوف شنو هما الحوايج الاخرين اللي كاينين. اوكي هنا السين، نديرو ان سين نحطوه قدام الدار ما فيها حتى شي عيب. فوالا جود يلا رجع. فوالا شنو اخر اللي كنت باغي ندير، شنو كنت باغي نختار. اوكي جو شوف شنو اللي ممكن اخر اننا نديرو هنا. ما
نمشي اول حاجه نصبق بعدا نصبقوا بعدا لي طراب اللي خايف لي طراب انه كل طراب تتشد بلاصه في لانفونتير سكيفي هذا تعمر لك الدنيا خصك تمشي تحيدهم تصايب بالوحده بالوحده باش تمشي تحطها فوالا فوالا شحال عندي من طراب دابا عندي ثلاثه نزيدو حيده اخرى هنايا نمشي نصايب طراب اخرى باش انا نتجنى من القنيه مزيان نولي عندي اكتفاء ذاتي في المساله ديال الطعام ما نبقاش نفكر في الماكل حتى خصني نشوف شي حاجه ناكلها رايت ناو دابا نيش فوالا هو بدا كيعطيني داك الصوش ديال الجوع اللي كيدير ليا بالضبط بدا كرشو كدور عليه اوكي نمشي نشوف شي حاجه اللي تتكال بالزربه شي لعيبه تتكال شي خيزو شي حاجه نرجعوا لهاد السيد نيت هي الاولى ناكلوها كوميم شويه ولا والو فوالا هي خدات شدات مزيان ورجعها لبلاصتها ضرب وهادي غنديروا لها ميردر قتل الحرام اجي طيبش فوالا هي خدات اخرى مردر شيك مردر يلا حط ضرب ضرب ما جاتش فيها ما دخلاتش فيها اذا نجي نطيب هذوك عندي القنيه اللي عندي نجي نطيبها بعدا فوالا كاين واحده اخرى هنا مزيان شيك مردر كتشوفوا ان الصلاحيه ديال هذوك الفخاخ تبدا تمشي مع الوقت خاصك ترد ليها البال فوالا ناكلو شي شي ما خدامش بزاف مازال خصني نشوف قنيات اخر فوالا مردر نديرو ليها كوك مزيان نجيو هنايا ونديرو الاخران اي وحده اخرى ندير لها ميردر نجيو هادي نديرو لها تراب يلا اوكي دابا مزيان عندنا شويه ديال هذاك نمشيو نهبطو نشوفو انه ممكن ان نستكشفو لتحت نشوفو شويه خاطر خلعونا قبيل هذوك دوك بصيحات كتشوفوا انهم تيبداو تينشروا هذاك العش ديالهم تيبدا تيكبر دائما نجمع البوب باش يلاه نجمعوا المزير باش يلاه نديروا المزارع ديالنا حنا فوالا مع اربعه باش ندير شي مزرعه اخرى بازيك ونمشي نهبط شويه تحت نشوف شنو كاين قبل ما يسالي النار مع شويه الحطب لانه مابقاش عندي تقريبا كاع هاد البصيحه اللي كاينه هنا خصني نحاول نتخلص منها لانه سينو غادي تبقى تستعمر ليا في لا زون ما غاديش تخليني من بعد انني نستافد من هاد المنطقه هادي اوكي فوالا كاينه هاد الدوده هادي هاد المنطقه هادي كتخليك انك تنتقل انيا من بلاصه اخرى مزيانه باش تاكسبلوري ومزيان انك تكون البلاصه اللي انت مستقر فيها قريبه لشي بلاصه ديال التيليبورطاسيون بحال هذه اللي كتسمى شنو كاين شنو مسمينا هما وورم هول يعني ثقبه ديال ثقب دودي ولا شي حاجه بحال هكا هذا هو الترجمه اللي ممكن نديروها بالعربيه مي بون حنا مزيان حنا جو بونس اختارينا نقطه زوينه لانه كتشوفوا شحال ديال المزارع عندنا كاينه تحت
فوالا منطقه زراعيه كامله تحت ديالنا ممكن نستافدوا فيها. سكيفي غادي ندير واحد لاكسيون خفيفه، غادي نمشيو ندخلوا في هذا الثقب الدودي هذا ونخرجوا من الجهه الاخرى نشوفوا اشنو كاين. فوالا اون فوا شي تخشي فيك كتحس بالخلعه. جود 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 جود، تري بيان تري بيان تري بيان. خرجنا في زون زوينه، زون ديالاش ديال الحجر، فيها اليمين ديال الحجر شي حاجه اللي مزيانه. سكيف غادي نحاول نصايب فاس، الفاس ديالتي جو بونس سالات اللي كانت عندي مشات. سكيف غنصايب فاس وغادي نحاول ناخذ ما امكن. فوالا ايكيب يلا اجي. فوالا كتشوف هادو هما اللي فيهم الذهب، غادي نحاول ناخذ غير شي حاجه قليله ونمشي نطلع في حالاتي لانه مابقاش ليا الوقت، لانه الذهب مهم بزاف لكاع الحوايج الجداد اللي ممكن تصايبهم، وكاينين شي حوايج اللي مايمكنش لك تصايبهم الا بوجود طروفة ديال الذهب. اذا فوالا مابقاش الوقت على الليل، سكيفي غنرجع لان ديك الثقب الدودي ماشي اكزاكتومون وحده الدار، خاصني نرجع ونمشي نطلع بالزربه. فوالا نمشي نطلع الفوق، فوالا نمشي نطلع الفوق للدار رابيدمون. يلا جو 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 جو. يلا تحرك 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 تحرك. هاي بنت الحرام بداش كتغوش. سيري يا بنت الحرام سيري سيري، انا دابا نجي نقتل باباك. سيري سيري دابا نجيلك. اذا نجي نشعل العافيه ديالتي. I'm so hungry. واخا سي هانغري واخا. شوفوا ديك النبته فين وصلات، مازال ما كبرتش، كاين واحد القنيه هنا تشدات. فوالا ميردر، ندير لها ضرب، نجيو هنايا ونزيدو في العافية. خاصني نجيب شوية الخشب في الغد ليه. اوكي نجيو نطيبو ديك القنية بعدا ناكلوها. فوالا وغادي نمشي نشوف شنو ندير، غنمشي نزرع، ندير فوالا ندير واحد الفارم. فوالا وعندي ان سيد نزرعها هنايا بلانش. جود دي جو بونس قربت تكبر. رجعنا نشوف شنو اللي تزاد عندي هنايا. لايتنين رود بروتكشن فروم سترايكرز، كيحمي من المهاجمين. كاين اخر تيرول ميزيورمنت، تا ممكن ملي لقيت شويه الذهب ممكن نصايبها. فوالا ندير هنايا مازال هادي ما كبرتش. شو نطلعوا الفوق نشوفوا هادي مشدات والو حتى هي. اي 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 ستارف نيش دابا، خاصني نقلبوا شي حاجه ما تشكال. اوكي نمشيو نطلعوا نشوفوا هنا لانه كنبان ليا شي طروفه ديال الخز والنديعين. فوالا البريز هنا الفوق. فوالا نجمعوا شي العود. ناري البيبي ود الحرام بان زقا زقا نتا خصني نصايب لك دابا واحد. شوفوا واش غادا تشد ولا لا. اوكي نمشيو نديرو شي حاجه اللي اكثر افاده، نجمعو شويه العود. واسبيرو انه في الليل نلقاو شي حاجه تتكال.
كتشوفوا انه داك الاكليل تيطلع ليا سميتو تيطلع ليا شي يقولوا ليه تيطلع ليا السونتيمونطال كتشوفوا داك السهم طالع الفوق جوبونس انه بالامكان يمكن واقيلا نحط هذيك المصياده حدا هاد البوري زادو ممكن يجي داك البيبي مسخوط الوالدين وتشاكو ليه يعني يستقب الشدود هنايا ويستقبض ليه مي بو عمري جربتها جوبونس نجربوها نجمعو بعدا خيز الزهور المهم ولكن واحد الثقب ذودي اخر لهي نمشيو نتيستيو فين كيدي جوست باش نعرفو ناخدو شويه العود بعدا ونمشي طالع شوفوا فهاد لا زون فين اي اذا فوالا لا زون الاولى اللي كنت لاحينا فيها فين كاينه كاين الفوق وهاد لا زون ها هي فين كاينه دابا كاين فيها شجر بزاف هادي ديري ديد يو هير ذات كاين شي صوت في شكل هنا في المحيط مي بون افون غندير دابا واحد الكامب فاير صغير باش نسميتو باش نطيب هذاك الخيزو اللي عندي شيت شت 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 حصل خيبة شت شت حصل خيبة خصنيش نوقف اي 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 لا حصلك اش غادي نحصل شت نحاول ناكل انا بعد شي حاجه من داك الشيء اللي شديت اوكي فين باقي بعيد اوه كنت غادي نلعق مزيان المشكله هاد الحرام ما خلانيش ندخل في هذاك في هذاك سميتو الثقوبه الدوديه هاد الحرام باش نرجع ما خلانيش يلا بغيت ندخل لها امي هوم هوم شت ما عنديش كيفاش ندير باش نخرج من هنا اي اي صافي عيط غديوخ واش ممكن نرجع لتماك ونجرب هذيك داك الثقب الدودي جو بونس هو بعيد على هو بعيد على الدار سكيفي غادي نكتفي انني غادي نريح الليله هنايا هذا هو الحل الليله غادي نريح لنا نكتفي بانني نجمع هاد الكوليكشيف اللي كاينين هنايا اي 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 تهرسي اخ اسي اخ اذا جو بونس غير غادي يطيح الليل وغادي نحبسوا لا فيديو باسكو تقريبا تقريبا دابا واقيلا وصلنا غادي نوصلوا ل 40 دقيقه في لا فيديو جو بونس بارك وقتها كنا عوالين في الاول كنا بغينا نبداو نديروا غير دي فيديو ديال 30 دقيقه مي بون جو زوين وما تحش بالوقت فيه احنا طحنا في الغابة نقرعوا شو
سي با دوك مساخيط الوالدين نجرب معاهم هذاك سبير اللي عندي نشوفوا واش غادي تدير شي نتيجه ولا لا. مي بعدا اللي مزيان سيكو واخا هكاك ما داوش ليا لا سونتي. فوالا ام جود دابا ام جود. شوفوا شي واش كيطيب مزيان ولا لا. شوفوا شي اش يعطي ايتش. مير تيهبط لا لا سونتي مونطال هاد الحر هذا واقيلا. شو ما عطاش ما عطانيش شي حاجه اللي مزيانه ما زاد والو تقريبا كاع. اصبر سو جو بونس غادي دابا نحبس لا فيديو وان شاء الله نسميشو نتلاقاو في لا فيديو الماجيه اللي غادي نشوف فيها ان شاء الله شنو غادي نديرو في هاد من مورا هاد اليوم التاسع. نتمنى انه الفيديو تكون عجباتكم. بطبيعه الحال ما تنساوش انكم تابونيو في لاباج فيسبوك باش يبقى يوصلكم الجديد وكذلك في تويتر. تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الماجيه. السلام عليكم.